بسم الله الرحمن الرحيم. التجربة الأولى بلاب الهايدرو. Measurement of density, specific gravity and viscosity of three liquids. اللي هني castor oil, engine oil and glycerol. هاي تعليمات التجربة. هاي بالنسبة لل equipment، في عنا هذا الهيدروميتر رح نستعمله بقياس specific gravity اللي رح تستعمل بحساب density، وهاي في عنا steel balls كرات الحديد و stop watch اللي رح نستعملهن ب viscosity مع المغناطيس اللي منطول فيه الكرات الحديد مع الفاين اللي بنمسح فيه الهيدروميتر بالجزء الأول من التجربة اللي هو specific gravity. البارت الأول من التجربة specific gravity بنستعمل فيه هذا الهيدروميتر، ياتو فيه ثقل من تحت مدرج تدريج محدد الواحد على المكان اللي بيوقف عنده على سطح المي بدرجة حرارة 20 درجة مئوية. فحاليا بدنا نشوف بالبداية الكاستر اويل، مندخله جوا شوي شوي، منحاول ما نخبط بالوالز تبعت الجار، نتركه انه ينزل يثبت لحاله من غير ما يخبط بالحواف. تمام، هاي ثبت. هلا بنقرأ التدريج. التدريج عندنا فوق الواحد يعني أقل من واحد، أي عندنا تقريبا 0.98، أقل من 0.98 بشوي، حوالي 0.978 أو إشي زي هيك. طيب المهم هلأ بما إنه أقل من واحد معناته هذا الليكويد اللي هو الكاستر اويل الدنسيتي تبعته اقل من المي، لانه السبيسيفيك جرافيتي تبعه اقل من واحد، لانه المي بيوقف عندها هون. هلا بنرفع الهيدروميتر بنطلعه برا شوي شوي وبننظفه، بنمسحه عشان ندخله بالسائل الثاني من غير ما يصير اختلاط للسائلين جوا جار واحد. بنكرر هاي العملية بالسوائل الثلاثة. البارت الثاني الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي عشان نحسبها بنحتاج ان نقيس سرعة، نقيس تحديدا بنقيس التايم تبع سقوط كل كرة من الأحجام الثلاثة. هاي في عنا ثلاث كرات لكل حجم، يعني عنا تسع كرات، كل كرة لها ديامتر مختلف. فرح نأخذ بالبداية أكبر كرة، كرة صاحبة الديامتر أعلى ديامتر، ورح نقذفها بهذا السائل، أو رح نتركها، ما رح نقذفها قذف، رح نتركها تسقط سقوط حر بهذا السائل. هلأ عندي هون تو رابرز على الجار، المسافة بينهن 30 سنتيمتر، فراح أتركها تسقط سقوط حر، وهي ماسك الستوب واتش بإيدي، راح أشغل الستوب واتش لما توصل للأبر رابر، للرابر الفوقاني، المغناطيس الفوقانية، وبطفي الستوب واتش لما توصل للرابر التحتاني عشان أقيس التايم بينهن. هاي تركت وصلت شغلت، طبعا لازم اقرأ من نفس مستوى الربر عشان تكون القراءة دقيقة. تمام، هاي طلع معاي التايم 12 ثانية و 94 جزء. طيب هاي الكبيرة، هلا لما انزل
وحدة أصغر منها المفروض إنها تمشي أبطأ لأنه أصغر فرح تمشي بسرعة أبطأ معناته رح يكون التايم أعلى. فهاي كانت 12.94 اللي وراها بنفس السائل المفروض تكون أكثر من 12. هاي بلشنا هاي 19.72 والكرة الثالثة اللي أصغر بتكون كمان لسه التايم تبعها أكبر. بنكرر هذا الإشي كل الكرات بكل السوائل ونستعمل هذا المغناطيس عشان نطلع الكرات من جوا. هاي عندنا الكرتين علقوا على المغناطيس. بنسجل طبعا قراءات بداتا شيت، بنسجل قراءات البدايه للبارت الاولاني، قراءات الهيدروميتر هون هون هون. بعدين هاي القراءه عباره عن سبيسيفيك جرافيتي تنضرب ب دنسيتي المي تطلع عندنا دنسيتي كل ليكويد. بعدين هدول بنسجل التايمز وبنحسب بناء على المعادلات الموجوده. هلا بدنا نشوف هنا نقرا البريشر والتمبريتشر. هذا ترموميتر بنقرا من خلاله درجه الحراره. هي عندنا هون درجه حراره 15-16.5 تقريبا اليوم. وهذا الباروميتر بنقرا من خلاله الضغط. هاي عنا الضغط حوالي 725 ملم زئبق.